بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في سيرة الفقهية: مسألة لو تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم. الجواب: هذا يسمى زواج شبهة، لأن الأصل هو إباحة الزواج، فحصلت الشبهة بعكس الآخر، الأصل المنع، فلو شبهة في ذلك فما يكون زنا. يعني في هذه المسألة لا تدخل في الشبهات المتعلقة بالزنا، فهذا عكس ما تقدم الذي تقدم أنه يحتمل أنها تباح له، احتمال فقط، أما هذا فظاهر الحال أنها مباحة. إذن حال الزواج بأخته من الرضاعة ما يسمى زنا، يسمى زواج شبهة حصل فيه الخطأ ولا يعتبر زنا، والآخر يسمى زنا لأنه جامع امرأة لا تحل له، ولكن يدرى عنه الحد بالشبهة. مسألة: إذا ضرب الزاني، ما يتعلق بزواج أختي من الرضاعة بعد أن يعلم، ما الحكم ده؟ ينفسخ النكاح بدون طلاق وتصير محرما له ولا تحل له، فماذا عن الأولاد إذا كان قد حصل على أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم ويرثون من أبيهم ومن أمهم ولا حرج عليهم؟ مسألة: إذا ضرب الزاني حتى يقر، يعني يضربونه حتى يقر على نفسه. الجواب: في مسألة الإقرار لا بد أن يكون بطواعية نفسه، ولا يصح الإقرار بالإكراه، كأن يضرب حتى يعترف، هذا لا يصح، أو يهدد حتى يقر على نفسه، فالإقرار لا بد أن يكون عن طواعية نفسه. وقد تقدم معنا أنه إن رجع عن الإقرار فله الرجوع، فضلا عن كونه يكره ويضرب حتى يقر. وقد يستخدم شيئا من التخويف في حقوق الآخرين، فيما يتعلق بالحقوق لا بأس أن يحصل شيء من التخويف، ولكن أيضا يكون تخويفا يسيرا لا يصل إلى حد الإكراه، لأنه قد يقر ليدفع عن نفسه الإكراه، هذا لا يكفي. الحقوق ينبغي للقضاة أن يتوصلوا إليها باستخدام الحيل، إذا لم يكن هناك بينات فليستخدم الكلام والحيل والمباحثة حتى يوقعه فيما يجعله يقر. وقد يستخدم شيئا من التخويف في حقوق الآخرين، حتى التخويف اليسير ما يصل إلى حد فقدان إرادته أو يفقد إرادته، تخويف يسير. في مسألة الحقوق قد يستخدم شيء من الزجر، شيء من التعزير اليسير، أما الضرب الشديد حتى يعترف، سيعترف عند أن يضرب ضربا شديدا حتى تكف عنه الضرب، وبعدها عند أن يذهب عنه الضاربون والجلادون يقول: ما اعترفت إلا من أجل الضرب، سيقول هكذا ونقض إقراره. ولا يجوز أن يستخدم الضرب المبرح إذا كانت القرائن عليه قوية، فلا بأس باستخدام تعزير يسير من الحبس اليسير، أما الضرب أيضا، الضرب فيما يتعلق مثلا بالسرقة، إذا كانت القرائن قوية عليه
أما مثلا ينكر أن عنده دين أو ينكر أن عنده أمانة لا يستخدم الظرف في مثل هذا. مسألة قد يعطونه بعض المواد حتى يجعلونه يجعلوه منصوب بحذف النون حتى يجعلوه يتكلم بكل ما يراد. الجواب هذا لا يعتمد عليه أن يتكلم في حالة غير شعوره في حالة غير شعوره فهذا حكمه حكم المجنون فهو فاقد لعقله يتكلم بغير شعوره. ولا يجوز اعتماد إقرارات من تكلم بدون شعور سواء استخدمت أشياء مخدرة أو أشياء محرمة أو غيرها فلا يجوز. وكذا بعضهم يستخدم الكهرباء لا يجوز ذلك. مسألة إذا لم يكن في حال زناه عاقلا. الجواب اشترط في إقامة الحد أن يكون في حال زناه عاقلا يعني لو كان مجنونا فرفع عنه القلم. لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل أخرجه أحمد عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. مسألة يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار. قوله هو بالرجوع عن الإقرار فإذا أقرها قال الشارح عفى الله عنه إذا أقرها على نفسه ثم رجع سقط عنه الحد فيدرى عنه الحد لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال جابر فكنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صارخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه قال هل لا تركتموه وجئتموني به. وعلى القاضي أن يناقشه لماذا رجعت لماذا اعترفت إن ذكر أمرا محتملا وإلا سقط الحد للشبهة. إذا رجع عن إقراره يسقط الحد. مسألة إذا رجع عن الإقرار هل يراجعه القاضي في الأمر؟ الجواب الأظهر أنه يراجعه القاضي فلا بد أن يراجع حتى يجعله إما أن يقرها لنفسه مرة أخرى بتخويفه من الله ووعظه وإرشاده وإلا يستخدم معه التعزير بالحبس يحبسه إذا ظهرت عليه الشبهة. فبعد الرجوع عن الإقرار لا يقام عليه الحد إذا كانت الشبهة موجودة. الرجوع يعتبر شبهة يكف عنه ولا بأس أن يستخدم معه التعزير بالحبس. وإذا وعظه وأقر مرة أخرى قام عليه الحد. مسألة إذا اتهمت المرأة إذا اتهمت المرأة بالزنا فوجدها النساء عذراء. قوله بالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء إذا اتهموا المرأة بالزنا والمرأة نفسها عذراء ما زالت بكارتها معها بنظر النساء العدول فيجزم بأنه لم يمسها أحد فهذا ينفي عنها وجود الزنا. قوله أورت قاع كأن يكون على فرجها غشاء قوي من اللحم أو ملتصق لا فتحة فيه وهذا من عيوب المرأة لا يمكن أن يحصل فيها جماع أو زنا لأنها رتقاء تحتاج إلى عملية في هذا. مسألة إذا اتهم الرجل فإذا به مجبوب أو عنين. قول الشوكاني رحمه الله بكون الرجل مجبوبا أي مقطوع الذكر فكيف يقع منه الزنا ولا ذكر له. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي خرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. قوله عنينا أي لا يستطيع الجماع ولا يحصل لذكره انتشار فإن هذه الأمور تنفي حصول الزنا. فلو جاء أربعة يشهدون أن امرأة عن امرأة مجبوب ليس له ذكر فهذا لا يقع لا يمكن أن يثبت الزنا بذلك لأنه نفسه ليس عنده آلة الزنا ويقام عليهم حد القذف. مسألة لو كان عنينا لعارض مرض ونحوه. الجواب الذي ينفى عنه الزنا هو من ثبتت عنته أنه مستمر على هذا الحال ما يتحسن بشهادة الأطباء فما يستطيع ما يحتاج كلمة فما يستطيع ما يتحسن بشهادة الأطباء
لكن إن كان عنينا لعارض لمرض أو ما أشبهه أو ما أشبه ذلك أو بأسباب أخرى فهذا يحتمل أنه قد يحصل منه، لكن مقصود الشوكاني هنا هو الذي صار عنينا وصفا ملازما له ما ينفك عنه فلا يستطيع الجماع أبدا. ومما يدفع الحد أن يقع الزنا ممن لا حد عليه، فهذا لا حد عليه شرعا وهو غير المكلف الذي لم يبلغ أو المجنون الذي لا يعقل أو يحصل من النائم في حال نومه، فلا شيء رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، وعن الصبي حتى يحترم، عن المجنون حتى يعقل. فهؤلاء لا يقام عليهم الحد ولو حصل منهم، لأنه لا حد عليهم شرعا والقلم مرفوع عنهم. وقوله رفع القلم عن ثلاثة أي قلم المؤاخذة، أي لا يكتب عليهم الإثم. وعلى هذا فهؤلاء الثلاثة لا يقام عليهم الحدود، سواء حد الزنا أو حد السرقة أو حد الخمر أو حد القذف، ما يقام عليهم الحد. أما ما يتعلق بحقوق الناس فيتحملونه، فلو جنى المجنون على شخص وقتله فالدية على عاقلته، أو كسر شيئا على الناس يتحمله أولياءه من مال المجنون إن كان له مال، وإلا فعلى وليه الذي قصر في حفظه ورعايته. وكذلك الصبي وكذلك النائم في حال نومه، لو حصل أنه كسر شيئا أو أتلف شيئا فيتحملها، وإن كانت جنايات في الدماء فتتحمل العاقلة كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.